صباح السعادة، صباح الهنا عليكم، معاكم فاطمة أبو علي. النهاردة قلت أخدكم بقى كده إيه لأكلة قديمة بتاعت أمهاتنا، الكشك الألمازية اللي كنا بنعمله كده بقى إيه ونوزع على الجيران وحبايب الحبايب. هنعمل كشك بطريقة سهلة وبسيطة، الطريقة التقليدية، بس مش الكشك الصعيدي، الكشك اللي إحنا اتربينا. الكشك بقى بيتميز بإيه؟ بالخميرة. أنت تحط لنا خميرة على الكشك؟ مفيش الكلام ده. الكشك بنعمل له خميرة بعلبة كبيرة من الزبادي، ده بقى اللي بيديله المزازه الحلوه في قلب الكشك بتاعنا. عايزين يبقى فيه مزازه اكتر، هنضيف له عصير ليمون ومعلقتين كبار من الدقيق. الدقيق لما بضيفه على وصفه الكشك بيبقى 3 في 1، بيديني قوام حلو للكشك، حلو كده، وبيديني طعم حلو، وبيمنع ان اللبن بتاعي يقطع او يفرط. ده معناه كده ايه؟ بصوا بقى، انا ضفت الدقيق هنا ليه؟ انتوا طبعا هتسألوا نفسكم علشان عملية الترابط. مش بس كده، الدقيق لما بضيفه على الزبادي وبضيف عليه الحليب والكشك بيستوي، بيمنع ان الحليب بتاعي يقطع زي النشا بالظبط. ببتدي بقى اقلبه كده ببعض واغطيه لمدة ساعة، ممكن كمان اعمل الخطوة دي من بالليل للصبح، بيفرق قوي في طعم الكشك. ممكن كمان اديله عصرة ليمون بس كده، ونسيبه على جنب ونبتدي نعمل وصفتنا. بس بصوا بقى بعمل ايه، بصوا، بدوب حبيبات الدقيق كويس جدا في خليط الزبادي والحليب علشان يبقى دي الخميرة اللي هعمل بيها الكشك. حلتك بقى الحلوة كده على النار، وابدأي ضيفي شوية من الزيت، شوية بسيطة. طب انا بقى بعمل الخطوة الحلوة دي ليه؟ علشان مش عايزة ولا السمنة ولا الزبدة بتاعتي تتحرق. الخطوة دي خطوة الزيت بتحميلي السمنة بتاعتي علشان ما تطلعش مرطة وتتحرق وتبقى الأكلة بتاعتي غامقة. تسيحة حلوة كده، ويا سلام بقى لو السمنة دي سمنة بلدي، اتفرجي بقى على الجمال والحلاوة. بصوا بقى ساحت، ننزل بالبصلة المتينة. عايزة تقطعي البصل شرايح جوانح زي ما انت عايزة، عايزة مربعات كده اللي يريحك. هفضل احمر فيها لما لونها يكون ذهبي ونرجع مع بعض. بصوا بقى البصل وصل للون ده، ممكن احمره للاخر واخد جزء، بس انا حمرت كده حبه على جنب علشان عايزه ايه الكشك بتاعي يبقى فيه بصل وطعمه جميل. بصوا بقى، عايزه بصل كتير. اول ما البصلايه توصل للون ده، شويه ثوم، واتفرجي بقى على الريحه. ونبتدي نضيف ربع كيلو من الفراخ او صدر فرخه بايت اللي متاح عندك. الله الله، بصوا بقى لون البصل مع الثوم مع الطعم اللي طالع من البصل والثوم، مزيكا. رشه بسيطه من الفلفل الاسود علشان مش عايزاها تغمق، لان البصل هيديها لون جولدن حلو. وكمان معايا معلقه صغيره من الملح، وقلبي بقى وشمي احلى روايح. ممكن نعملها بصدر فرخه بايت، ننسله كده نساير زي الشركسيه ونحطه المتاح عندك. في المرحله دي بقى الفراخ بتاعتي دخلت في التسويه، ابتدي اضيف الرز. في ناس بتشوح البصل يبقى نص كده بصلايه يبقى ني شويه، وفي ناس بتديله اللون الحلو ده، بيدي كده ايه طعم تسكيره حلوه قوي في الكشك. عندك شوربه بط ضيفي، شوربه فراخ، ما عندكيش خالص، شويه كده شوربه في مكعب مرق من اللي بنعمله في البيت وضيفيها. بصوا بقى البصل والفراخ والرز عاملين سنفونيه. بس كده نبتدي بقى نضيف عليها الشوربه المتينه. بسم الله. الكشك بتاعي بقى ممكن يطلع لونه بقى ايه غامق شويه، علشان انا اديت للبصله تحميره حلوه هيديني طعم وجمال مفيش بعد كده. هضيف لهم شويه ميه ونسيبهم بقى يستووا مع بعض. بصوا بقى، الله الله، بصوا بقى لما يوصل للقوام ده والرز يستوي بالطريقه دي، نبتدي نضيف الحليب. عايزينه فاتح عن كده، ما تحمروش البصله زي ما تحبوا. لما الرز يستوي ويوصل كده ان هو يتهري بالبلدي، نبتدي بقى نحط له ايه، فص ثوم صغير، بيدي طعم حلو قوي للكشك بتاعي. ونبتدي بقى نضيف الحليب. بسم الله الهادي، بسم الله، هو ده الحليب بقى بيديله دسامه. يا سلام بقى لو معانا حته قشطه، الله الله، بس كده يبتدي يغلي غلوتين كده، واللبن الرز يشرب اللبن. هنضيف له خليط الخميره اللي عملناه مع بعض، غلوتين ونرجع له تاني. الله الله على الروايح. بصوا بقى القوام ده، الرز استوى وشرب من الحليب، وطبعا الحليب بتاعي كله دسم اكني فيه بالظبط قشطه، الدسم اللي فيه رائع. بصوا بقى الخميره بتاعتي فضلت على جنب، ممكن نعصر ليمون عليها. بصوا بقى القوام،
ونبتدي بقى ننزل على الكشك بتاعنا، اللهم بارك. هناخد بقى كل فتفوتة من الزبادي والدقيق، هو ده اللي هيديني الطعم والقوام. الزبادي هتدي حموضة حلوة قوي. نقلب كده ايه بشويش، لو احتاجنا شوية من الحليب نضيف. بصوا بقى، بصوا الجمال، الله الله، ايدينا شغالة فيه. ونوطي النار ونقلب. حب الكشك يستاهلوا بقكم حكاية. في المرحلة دي بقى هديهم غلوة واحدة ونغرب بقى، وهاتوا بقى عيشين يعني رغيفين عيش محمص كده وعيشوا معانا. هنسيبه يغلي ونرجع مع بعض. بصوا بقى بدأ يبكبك بقى كده ويستوي. اول ما يبتدي الدقيق بتاعي يستوي خلاص نغرب بقى. بصوا بقى القوام، الله الله الله. بصوا يا جماعة، قطع الفراخ مع البصل مع الزبادي مع الدقيق مع الشوربة، الموضوع كبير قوي. بصوا بصوا الجمال، هو ده القوام اللي انا عايزاه، لانه بيقعد شوية ويهدى يكشك كده، مش بيقولوا هو كشك، يمسك نفسه. ونبتدي بقى نرش البصل عليه ونقدمه. الكشك بتاعنا استوى وكشك زي ما بيقولوا، شمع شوية. ابتدي بقى اضيف البصل المحمر اللي خدت منه شوية وانا بحمره. وهاتي بقى شوية عيش محمص واستمتعي. وصفة تستاهل انك تجربوها، وصفة من التراث المصري. كنت معاكم فاطمة أبو علي، وإن شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. هروح أجيب بقى العيش وأجيلكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.